بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادة المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم خالص أعمالكم وطاعاتكم ودعواتكم في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. ها نحن، يتجدد لقاؤنا معكم سادة المشاهدين الكرام وبرنامج الإمامة وليلة القدر، هذا الموضوع الذي يبحث في هذين المفصلين المهمين في حياة الإنسان المؤمن وفي المنظومة العبادية التي أوجدها الله عز وجل للإنسان لكي تنجيه في دنياه وآخرته. ولقاؤنا المتجدد مع الشخصية العلمية الدينية والباحث الإسلامي المعروف والأستاذ في الحوزة العلمية، إنه سماحة الشيخ كميت الأسدي. أهلا ومرحبا بكم، أهلا وسهلا، وأنتم تطلون مرة أخرى من على شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. نتشرف، حياكم الله تعالى. نريد أن نسمع منك الأدلة والشواهد التي تثبت هذا الأمر سماحة الشيخ. أحسنتم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. قبل أن أجيب على هذا، لابد أن ألفت انتباه الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام إلى أهمية متابعة الحلقات لمن يريد فعلا أن يستفيد منها، لأنها كمنظومة مترابطة، الحلقة الثالثة لا تتضح إذا لم يكن قد تابع الحلقتين الأوليين، والخامسة لا تتضح جيدا إذا لم يكن قد متابع الحلقات الأربعة التي سبقت الحلقة الخامسة، وهكذا مع الالتفات والانتباه. ولربما لاحظتم أني في الحلقة السابقة كنت أتكلم بتأودة وهدوء وشيئا فشيئا، وإن كان ذلك قد يأخذ من الوقت أكثر مما قد يستحق، ولكن الغرض، كل الغرض من ذلك حصول الفائدة الأساسية وانتباه الإخوة والأخوات. بمعنى أن البحث الذي تريدونه بحث أجزاؤه مترابطة، وعملية فهم التالي يحتاج إلى فهم السابق، فتضيع أيهما يضيع البحثان معا. ولا نتحمل مسؤولية، في بعض الأحيان قد تكون هناك نوع من الأمور الغامضة أو التساؤلات التي قد ترد إلى أذهانهم ولم يكن قد سمع الحلقات الماضية، فالسبب فيه ليس. نحن نأمل من السادة المشاهدين الكرام أن يلبوا هذه الدعوة، وهو كله يصب في مصلحتهم، بما أننا نخوض في أمور مهمة متعلقة بقضية الإمامة التي هي أصل من أصول الدين، وعليها تكون النجاة وليلة القدر. نعم، أمور كبيرة وأساسية ومفصلية، يعني لا يمكن أن يتعامل معها الأخ والأخت المشاهد الكريم تعامل يعني قليل من الانتباه أو بعدم الاهتمام اللائق. هذه معارف قرآنية، معارف أهل البيت عليهم السلام، دقيقة، وإن كنا نحاول جاهدين أن نبسطها مع المستوى العام للمشاهدين. وطبعا وأعتذر من المتخصصين فيما إذا قد أضطر في بعض الأحيان إلى أن أعيد شيء قد سمعوه أو أبينه بأكثر من عبارة، مراعاة للحالة العامة، مراعاة للحالة العامة للسامعين والمشاهدين. وأؤكد على الإخوة والأخوات أن إذا فاتهم حلقة معينة أن يطلبوها من رابط القناة مثلا، يستمعونها، وحتى يكون هذا البحث متسلسلا ومترابطا في أذهانهم الكريمة. الآية الأولى التي دخلت فيها سورة القدر هي إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقلنا أنه تارة ننظر إلى الهيئة المتعلقة بطبيعة الفعل، أنه ماضي، حاضر، مضارع. الفعل واضح أنه فعل ماضي، والفعل الماضي مفاده الوقوع والتحقق، والشيء بعد التحقق والوقوع لا يتحقق مرة أخرى لأنه تكرار، وهذا تحصيل حاصل فلا معنى له. إذن ما أخبر عن وقوعه وإنزاله في ليلة القدر، هذا قد تحقق الوقوع له في ليلة قدر ما سبقت في أيام النبي وسنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث الهيئة. بينما سنجد في الأمر العظيم الثاني أن الهيئة الدالة عليه هي هيئة الفعل المضارع التي تفيد التجدد المستمر، تنزل الملائكة والروح.
أما من حيث المادة وهي الإنزال فقد أشرنا سابقا إلى أنه من الأفعال ذات الإضافة التي تقتضي منزل عنه، منزل منه، منزل إليه، منزل عليه، منزل فيه، منزل به. والنازل هنا هو القرآن، أو كما تشير الآيات الكريمة الكتاب المبين، بتعبير أدق قرآنيا، بتعبير أدق في القرآن أنه الكتاب المبين، بعد النزول وبعد التنزل كان قرآنا. وبهذه المناسبة أنه هو منزل الكتاب المبين، يقولون قد نزل القرآن في ليلة القدر. فباعتبار أنه لم يكن القرآن نزل في وقت آخر، لا سابقا ولا لاحقا، في هذه الليلة، ولكنه هو تنزيل الكتاب المبين، فبهذه الجهة وبهذا اللحاظ نجد في الأذهان، في الأدعية، حتى قرآنيا، أن المنزل هو القرآن الكريم. نعم سماحة الشيخ، حتى لا يحصل اللبس والخلط في ذهن السادة المشاهدين، بودي أن نعرج إلى موضوع متعلق بقضيتنا. السادة المشاهدون لعله يقولون مثلا، ما معنى أن نزل القرآن في ليلة القدر ونحن نعلم أن هنالك كثير من الروايات والقصص والشواهد، في كل حادثة يوجد قرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، ينزله الوحي، فما الفرق بين هذا النزول الجزئي الذي يحصل في على طول حياة النبي، النزول التدريجي عفوا، والإنزال الذي نتحدث عنه أن القرآن نزل في ليلة القدر، ما الفرق بينهما حتى يتضح هذا اللبس؟ طبعا بالحقيقة هذا بحثنا أيضا له علاقة بهذا الأمر، وهو أن النازل هو الكتاب المبين، وبعد التنزل كان قرآنا، وبعد القرآنية أصبح عربيا. إنا جعلناه قرآنا، هي واحدة، عربيا. والشيء بعد الجعل غيره قبل الجعل، فإذا لدينا كتاب مبين نزل. وهنا الإشارة إلى تنزل الكتاب بما هو واحد شخصي، فهو واحد شخصي نزل فكان قرآنا. وفي بعض رواياتنا الشريفة أنه هكذا نزل جملة واحدة في البيت المعمور، هذا الإنزال الدفعي الجملي. والإنزال التدريجي والتفريق فسمي مفصلا ومفرقا، هو في طيلة السنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون أن هناك في ليلة القدر الأولى على النبي صلى الله عليه وآله، أو ربما الثانية، بس هذا ليس مهما جدا، حينما نزل القرآن، وبتعبيرنا نزل الكتاب المبين فكان قرآنان، بل هو تعبير الآيات الكريمة أو مفادها على نحو الدقة، هذا نزول جملي واحد على قلب النبي صلى الله عليه وآله، والتفصيل والتدريج كان بحسب المناسبات. أيضا هنالك إشكال آخر سماحة الشيخ، بحاجة إلى أن نفكك هكذا أمور حتى إن وردت في ذهن السادة المشاهدين يجدون جوابا. هنالك بعض الآيات قد نزلت لواقعة قد حدثت، فمثلا قد سمع الله سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، هذه الآية مثلا، أو مثلا سأل سائل بعذاب واقع، ذلك الشخص الذي تعامل مع النبي بغلظة في موضوع أعطاء الولاية لأمير المؤمنين، مثل هكذا أمور كيف نوفق بينها وبين ما تقولون أنه نزل جملة واحدة؟ هل بهذه الآيات التفصيلية نزل جملة واحدة على؟ طبعا بعض الأسئلة لا ينبغي استباق الجواب فيها على نحو التفصيل، وإذا كان ولابد فيجاب عنها بنحو الإجمال. ولكي يتضح الجواب الحقيقي لهذه الأسئلة، وهذه أسئلة ليست جديدة، بل اليوم يعني الباحثون مسلمين وغير مسلمين، محب للدين أو باغض وشانئ للدين، يقول يعني هل كان في عالم الأمر مثلا هذه القضايا الجزئية، فلانة تشتكي على زوجها، الحادثة الفلانية، المعركة الفلانية، الحرب الفلانية إلى آخره،
هذه الجزئيات. بالحقيقة إذا وقفنا على حقيقة الكتاب المبين نجد أن هذا الأمر سيتضح شيئا فشيئا. إذن سنحيل الجواب إلى الحلقات القادمة والتي إن شاء الله اللي نشرح سماحة الشيخ. قرأنا فيما سبق الآية الكريمة من سورة الدخان وبينا جلالة وأهمية سورة الدخان وقوة الارتباط بينها وبين سورة القدر لوحدة المضمون وتقاربه أو تقاربه بينهما. حاميم والكتاب المبين، ماذا؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، الغاية الإنذار. فإذن الكتاب المبين نزل في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة ما هي؟ قد تكون ليلة 15 من شعبان أو ليالي أخرى من، يعني ليس وصف البركة مقصور على ليلة القدر. كما يدلينا في الروايات أن ليلة 15 من شعبان هي أيضا تعد من مقدمات ليالي القدر إن لم تكن منها، يعني هكذا ورد أيضا. مقدمات ممكن نقبل، لكن منها لا. أيزين فيها، في هذه الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. يا أمر هذا نفس الأمر الذي تتنزل به الملائكة والروح في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أو في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره. زين، فإذن يصبح من الواضح أن هذه الليلة المباركة المذكورة في الآيات الكريمة من سورة الدخان هي ليلة القدر. إذن صريح الآية، نحن والآية حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قد يقال أن لا فليكن، هذا وصف للقرآن أنه كتاب مبين. إذا كان هكذا إذن فنذهب إلى آيات أخرى تكون أوضح، لكن فادتنا سورة الدخان، فادتنا فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها الوصف للكتاب وأنه هو المنزل في ليلة مباركة. زين، طبعا أمرا من عندنا، هذا الذي يفرق هذا الأمر هو أمرا من عندنا، وأيضا سوف نأتي أكثر. في سورة الزخرف حاء ميم والكتاب المبين، نفس الوصف الكتاب المبين وحاء ميم نفسها. زين، إنا جعلناه، والضمير في جعلناه لأي شيء راجع؟ للكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هنا أورد شيئا آخر وهو الجعل. فمرة يعبر التنزيل والإنزال، مرة يعبر الجعل. الجعل هذا الشيء بعد الجعل، الشيء بعد الجعل هو نفسه قبل الجعل. إذا كان هكذا فالأمر سيان قبل وبعد الجعل، فلا معنى للجعل إذن، وهذا مستحيل، يلزم اللغوية في كلام الله سبحانه وتعالى. إذن فالشيء هنا بعد الجعل غيره قبل الجعل، لكن لا على نحو المباينة بحيث هذا شيء وذاك شيء آخر تماما، وإنما هو من جهة وهو غيره من جهة أخرى. فيتبين أن القرآن مجعول الكتاب المبين، أن القرآن تنزيل الكتاب المبين، أن القرآن منزل الكتاب المبين. الصورة الثانية للكتاب المبين التجلي والتنزل للكتاب المبين، على أن أكرر أن نلتفت إلى ماذا؟ إلى أن الكتاب المبين كما قال الله تعالى في نفس هذه السورة التي قرأناها أخيرا وهي سورة الزخرف، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، الذي تحدثت عنه في الحلقة الماضية، فهو باقي على مرتبته بلا تجافي، وإن تجلى قرآنا فلم يتحرك. هذه العوالم عوالم وجودية مجرد عن عالم المادة، حتى من تسمع كلمة نزلة يعني ماذا تتصور في ذهنك أو ذهني؟ نتصور سلم وينزل وينتقل من مكان إلى مكان فيخلو منه المكان، يخلو منه هذا وجودات علوية شريفة. شدة ارتباطنا بالقضايا المادية والحسية هي اللي تخلينا نستأنس بالحركات والسكونات التي توجد في عالم المادة، عالم
الأمر عالم أعلى من عالم الخلق، مشرف على عالم الخلق، مجرد عن المادة والماديات، صور عارية عن المواد كما في الخبر المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام. لكن أرجو الالتفات إلى ماذا؟ وإنه يعني الوصف للكتاب المبين، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كما أنه سماحة الشيخ أنت حينما تسمع معلومة من عالم فقد أنزلها من مكنون عقله إلى فهمك أنت وجعلها تتداول بين يديك وهو لم يعطيك شيئا ماديا، هل عقله يعني من المعلومة أكيد بعد التنزل أكيد والإنزال؟ أكيدا لا، لا معنى لذلك. فهي باقية في مرتبتها الوجودية المعينة، نزلت، تمظهرت، تجلت، ها، تصورت، تهيئت في مراتب لكل بحسبه. مرة تقرأها بكتاب، مرة تسمعها منه شفاها، مرة كذا، وهكذا الأمر بالنسبة لموضوع الكتاب المبين. الكتاب المبين بعد التنزل، بعد الجعل، أصبح قرآنا وأصبح عربيا. سماحة الشيخ نستميحك عذرا في أن نتوقف، نأخذ فاصل نعود بعده لإتمام الحلقة. لا تذهبوا بعيدا سادة مشاهدين الكرام، فاصل قصير نعود بعده لإتمام حلقتنا من برنامج الإمامة وليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أهلا ومرحبا بكم سادة المشاهدين الأكارم، وباسمكم نجدد ترحيبنا بسماحة الشيخ كميت الأسدي. حيا الله الأخوة والأخوات. سماحة الشيخ، كنا نتحدث قبل الفاصل في طيات الآيات التي نثبت بها أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله في ليلة القدر هو الكتاب المبين، وأنتم قد وصلتم إلى سورة الزخرف وما تحدثت من أن القرآن هو مجعول الكتاب المبين، فنريد أن نسمع منكم شرح هذا الأمر. وأيضا غيرها من الآيات، وإلا الوقوف الكثير عند كل آية يأخذ وقتا، مع أنه يعني سوف يأتي في نقطة لاحقة البرهنة على المغايرة، نفس المغايرة بين الكتاب المبين والقرآن، هذه تحتاج إلى برهنة بشواهد وكذا إضافة إلى ما نذكره الآن. فمثلا أيضا من الآيات التي تفيدنا في هذا الباب في سورة يوسف، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. ثم هذا الكتاب المبين، الآية التي بعدها، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لاحظوا في سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا. في سورة يوسف ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فهو بعد الجعل أصبح عربيا، بعد الإنزال أصبح عربيا. ما معنى ذلك؟ أنه قبل الإنزال لم يكن عربيا. وكلما لا معنى لعربيته قبل الإنزال، وجود لم يكن في عالم، مو عالم المادة وعالم الحس وعالم العرب وعالم غير العرب. وهنالك اقتران، تذكر أولا الكتاب ثم تعرج على ذكر القرآن، هذا أيضا ينفع كدليل في إثبات بلا أشكال. فإذا الكتاب المبين تنزل وأنزله الله قرآنا عربيا، فالقرآن هو الرتبة النازلة من الكتاب المبين، والكتاب المبين هو الرتبة الصاعدة للقرآن العزيز. فكأنه هكذا نقول، أرجو الالتفات إلى هذا الوصف، وجود واحد، هو وجود واحد بسيط يعني غير مركب، وجود وحداني مرتبته العليا الكتاب المبين، ومرتبته النازلة التي تليق بالمنزل عليه وهو خير خلق الله. فكان المناسب أن يكون المنزل والمتجلي للكتاب المبين هو أعظم تجلي
وأعظم تنزيل على أعظم منزل عليه في كل خلق الله، ويناسب ذلك أيضا أن يكون ظرف النزول هو أفضل ليلة، هي ليلة القدر، في خير شهر وأفضل شهر هو شهر رمضان الكريم. الله خير. بمعنى حتى يفهم السادة المشاهدون هذا المطلب، أن الله عز وجل قد جعل لأعظم خلقه وهو النبي صلى الله عليه وآله أعظم شيء ممكن أن يتجلى للكتاب المبين وهو القرآن الكريم، وأنزله في الليلة العظيمة التي جعلها خيرا من ألف شهر وهي ليلة القدر، وفي الشهر الذي أيضا يعد من أفضل الشهور عند الله. بل أفضل الشهور على الإطلاق، ما بها من أفضل. واللافت في بعض رواياتنا الشريفة أنه التوراة أنزل في الليلة السادسة من شهر رمضان، والإنجيل في الليلة الثانية عشر أو في خبر الليلة الثالثة عشر، والزبور في الشهر. إذن جعل الشهر الكريم محلا لنزول جميع الكتب أو أغلب الكتب السماوية المشهورة والمعروفة لدينا. نعم. السابع لبعض الكتب الرئيسية ربما مثلا صحف إبراهيم، صحف موسى عليه السلام وغيرها ربما أيضا نزلت، لكن هذا باعتبار أنها كتب الشرائع الرئيسية. والقرآن في ليلة القدر، ليلة 23 ما ذكر في ليلة القدر، بل ليلة 23 هكذا ذكر في رواية في ليلة 23. ليس هذا إثبات نوع إثبات، ولكن كما أسلفنا هذه الليالي حينما يعني مو أنه يريد يخلينا الإمام دايخين، لا، هذه بها أسرار، وهو أن ليلة 19 ليلة التقدير للأمور، التعبد في كل ليالي، التقرب إلى الله برفعة الأخلاق بالتزود المعرفي في شهر رمضان كله مسنون، ولكن هذا الشيء فشيء الإنسان يتطور معرفيا، يفترض أن يتطور أخلاقيا، يفترض أن يتطور عباديا كل ليلة، بل في كل ساعة وصولا يترقى يترقى يتصاعد يتصاعد يتصاعد، تأتي الليلة المهمة الأساسية العظيمة ليلة 19 ليلة تقادير الأمور. أنا أقف عند هذه النقطة قليلا أيضا نخرج عن الموضوع، وإن كان الوقت لا يسعنا لموضوع الإعداد، تحتاج ليلة القدر إلى أن يكون هنالك إعدادا خاصا قبل، لا أن نفاجئ أنفسنا ونحن ندخل على ليلة القدر. أكيدا موضوع التوفيق لإدراك هذه الليلة وأن تكون فيها في أتم صحة وعافية لأجل أن تحييها، أكيدا هذا الأمر يحتاج إلى مقدمات مسبقة تسبق ليلة القدر، أليس هذا الأمر؟ بلا أشكال. ونفس الليالي مراتب، يعني الليلة 19 هي ليلة قدر، لكن المرتبة الأولى والمرتبة الأعظم منها ليلة 21، والأعظم ليلة 23، التقدير ثم القضاء ثم الإمضاء. فالتقدير في ليلة 19، القضاء في ليلة 21، والإمضاء في ليلة 23، وهذه الليالي الثلاثة تمهد بعضها، أي نعم، تمهد لبعضها، نفس هذه الليالي تمهد، كما أن الليالي التي سبقت عليها تمهد لها، بل في أخبارنا الشريفة أن شهر رجب يمهد، والممهد الأعظم من شهر رجب شعبان، وليلة النصف يمهد لشهر رمضان، وشهر رمضان يمهد لليالي القدر، وليالي القدر الأولى تمهد لليلة الثالثة ليلة 23. لنكمل ما لدينا من آيات. فهنا تلاحظون ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هاي لعلكم تعقلون مثل ما موجود في سورة الزخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. زين، طبعا هنا ملاحظة بسيطة، ألف لام راء جعلها الله تعالى آيات الكتاب المبين، بينما في حاء ميم سواء في الزخرف أو في الدخان لم تكن آيات للكتاب المبين، بل كانت الحروف مقترنة، حاء ميم والكتاب المبين، حاء ميم والكتاب المبين مرتان في السورتين السابقتين. هذه الألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، لاحظ معي في سورة يوسف هكذا، في سورة يونس ماذا؟ ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم،
وصف آخر. فألف لام راء آيات في سورة يوسف للكتاب المبين، في سورة يونس ألف لام راء آيات لأي شيء للكتاب الحكيم، هل هما مختلفان أو شيء واحد؟ أجيبكم. في سورة الزخرف، لذلك نحتاج إلى التأمل، نحتاج إلى التدبر جيدا، عدم الاستعجال. ها حاميم والكتاب، يعني كشخص وكمشاهدين كمستمعين حينما يمارسون قراءة القرآن أعمالهم العبادية الأخرى، حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناهم جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي ماذا؟ حكيم. فالكتاب المبين موجود في رتبته العليا حكيما، عليا حكيما، من هنا لا منافات، هذه الأوصاف إشارة إلى المرتبة العليا. وهذا الحكيم هنا، الوصف بالحكيم سوف يأتي أنه الشيء قبل التفصيل بالمجمل، يعني بالمجمل الوجود الجملي يكون حكيما. فمن هنا إذن لا منافات، بمعنى أن الحكمة هي الرصانة في بمعنى البساطة والمجملية، الوجود الجملي قبل التفصيل، يعني الإجمال هنا يقابل التفصيل، مو الإجمال بمعنى وجود جهات غامضة. نفس ألف لام راء، لاحظوا معي، سبحان الله، ألف لام راء في سورة هود، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. قبل قليل متعددة الله عز وجل. لا مو بس هذه، لاحظوا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم في سورة هود. طبعا هذه موجة عادية وصف السور بسور الأنبياء. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا المصطلح الحكيم يتردد مع إذن كان محكما ثم فصل، أحكمت آياته ثم فصلت. لو سألنا وكنا بخدمة القرآن، الكتاب الذي ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم، يعني تعاقب، ثم يعني تعاقب، ثم فصلت، الشيء هذا بعد التفصيل ماذا يسمى؟ ماذا يكون؟ الجواب، الجواب في سورة إبراهيم. عجيب، هم سورة النبي، سورة تتحدث عن النبي. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله. فهذا ألف رام ألف لام، فهذا ألف لام راء الذي أحكمت آياته ثم فصلت، لا يروح ذهنك بعيد، هذا كتاب أنزله الله على النبي صلى الله عليه وآله، طبعا لأي غرض؟ لتخرج الناس. إذن هذه القضية ونزوله على النبي مرتبط، كما مرتبط بالنبي، مرتبط بوظيفة النبي التي هي الإخراج للناس من الظلمات إلى النور، وهي الوظيفة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله. وأي ناس هؤلاء إذا خرجوا من الظلمات إلى النور كانوا مؤمنين، إذا بقوا في الظلمات كما هو في أكثر أمة النبي صلى الله عليه وآله ليسوا بمؤمنين. على أي حال، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومثلا في سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، التنزيل هنا تبين أنه التفصيل، والجعل تبين أنه التفصيل، مظهر عنوان التجلي والتنزل والجعل والتفصيل هو القرآن. وعليه كما قبل قليل أو فيما مضى من الحلقات قلنا، القرآن هو منزل الكتاب المبين، مجعول الكتاب المبين، تفصيل الكتاب المبين، مفصل الكتاب بحسب المبين، هذه بحسب هذه الشواهد الكريمة. زين، الآن هل يمكن أن نتصور أن الكتاب المبين قد يبقى في ذهن بعض الناس
نوع من الإصرار أن الكتاب المبين هو هو القرآن. هذه مجرد لا كيف نقول قرآن عزيز، قرآن كريم، مصحف كريم إلى آخره. لا زال يعتقد المشاهد أن هذه كلها أوصاف، ممكن أن تكون أوصافا للقرآن الكريم، أو يبقى في نفسه شيء ولو ذكرنا ما ذكرنا. لو اطلعنا على وصف الكتاب المبين وتعريفه قرآنيا ماذا سوف نجد؟ نطلع على هذه الآية من سورة يونس، لاحظوا معي: وما تكون في شأن، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قضايا جزئية، هنالك تفصيل أورده الله عز وجل في مقدمة الآية ثم جعله كله مرتبط بشيء أكبر وهو الكتاب المبين. فإذن حتى القرآن ذكر فيها، حتى نفس القرآن، حتى مطالعتنا للقرآن، حتى الآن هذا تفسيرنا للقرآن، وما تتلو من قرآن زين، وما تكون في شأن، كل شؤونك، ومنها كما لو كنت مثلا هذا شأن خاص، شأنك مع القرآن وهو تلاوة القرآن، هذا كله كله في كتاب أعلى، لا يمكن أن يكون نفسه في نفس القرآن. لا يمكن أن أتلو القرآن وفي النهاية أقول هو نفسه. وين هاي القضية الجزئية في القرآن؟ نحن نتعامل مع القرآن كظواهر آيات، وين هاي القضية؟ على مستوى الظاهر، على مستوى الآيات الظاهرة، هذا ما موجود، هذا ما موجود على مستوى الظاهر. نعم القرآن ظهر وله سبعة بطون، بل له سبعون باطن، وبالحقيقة هذه البطون هي المراتب العليا الصاعدة من القرآن التي تتصل بالكتاب المبين. وأكرر العبارة خاف فاتت على بعض الإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، وهو أنه هذا كله حقيقة وحدانية، حقيقة وحدانية، مظاهرها تنزلاتها تختلف، وهذا لا يختص به أمة النبي وأمة الإسلام، بل موجود في جميع الأمم التي ارتباطات التي حدثت بالآيات التي سبقت أنها ذكرت في سورة هود وسورة يونس وإبراهيم وفي مجمل آيات القرآن، بل في أيضا وآتيناهما الكتاب المستبين. نعم هل لديكم آيات أخرى؟ طبعا بلا إشكال، نعم، ومنها أيضا الآية التي نقرأها في سورة الأنعام في صلاة الغفيلة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لاحظ الأوصاف: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، بعد: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني الآن نستطيع أن نحصي كل حبة نزلت من عهد آدم إلى كذا إلى زماننا أو إلى ما يأتي في القرآن، كل ورقة. الذي أردت التحديث عنه، نعم، أن هنالك نلاحظ جامعية للكتاب قد لا تكون موجودة في القرآن، يعني ما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب إلا في كتاب مبين. كتاب مبين. بل مثلا أيضا آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل شيء يدب على الأرض. إذن هسه لو كان عندنا فت قاموس عظيم يذكر لنا اسماء الحيوانات والنباتات، بل مو فقط النباتات، يذكر حتى اسماء الاوراق، بل يذكر اسماء الحبات، هذا شنو من قاموس هذا؟ اي كتاب تدويني هذا؟ لا يوجد، لا يعني هذا الا ان نقول انه عباره عن عالم الكون كله. نستطيع ان نقول ان القران هو صورة التجلي للكتاب المبين بصورته التدوينية، أليس كذلك؟ بصورته التدوينية، كما أن ما تراه الآن من رطب ولا يابس ومن حبة في ظلمات الأرض، وكل دابة تراها مفصلة أو لا تراها مفصلة، وهي كلها موجودة بنحو أتم وأعلى وأشرف في الكتاب المبين الذي أحصى الله فيه كل شيء. سماحة الشيخ، في الحقيقة كان الحديث معكم شيقا وممتعا ومباركا، ونحن نخوض في مثل هذه المفاهيم القرآنية العالية، ولكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نوجه لك غاية شكرنا وتقديرنا، آملين أن نراك بأتم الصحة وتمام العافية إن شاء الله، لتكمل لنا هذه البحوث القيمة سماحة الشيخ إن شاء الله. الشكر لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، آملين أن نلقاكم في حلقات أخرى من برنامج الإمامة وليلة القدر. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.